بمناسبة عيد الاستقلال في هذا اليوم الوطني، نقول لقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين وأبناء الوطن والأسرة الهاشمية كل عام وأنتم بألف خير في هذه المناسبة الوطنية والتي تعد نقاط مضيئة ومنعطف تاريخي في الأردن من خلال ما حققه الأردن من إنجازات كبيرة يشهد لها الجميع. ما نشاهده الآن من استعدادات في محافظة المفرق على قدم وساق للاحتفال بعيد الاستقلال في هذا اليوم وبإشراف ومتابعة من محافظ المفرق سلمان النجاد جاهزية كاملة، والتي ستقام الاحتفالية في مجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي، والتي ستبدأ في الساعة 5 من مساء هذا اليوم، والتي تستمر هذه الفعاليات لمدة 3 أيام، حيث وضعت كافة الأجهزة المختلفة من مختلف البلديات، المحافظات، الدوائر الحكومية، الهيئات والرياضية والثقافية والجمعيات، حيث وضعوا يافطات تعبر عن حب أبناء محافظة المفرق لقائد الوطن وولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية بهذا اليوم التاريخي، والذي نحتفل بالإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك وعلى مختلف الأصعدة. سيكون هنالك بعون الله تعالى احتفال في هذا المساء، احتفال كبير يشمل على عدد من الفقرات الفنية والألعاب النارية، بالإضافة إلى مشاركات عدد من الفنانين وأيضا مسابقات وجوائز وأيضا عرض للطيران. سيكون هنالك فقرات فنية في هذا اليوم، اليوم الأربعاء، وسيكون أيضا احتفال يوم الخميس ويوم الجمعة في هذا الموقع في مجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي، والتي ستبدأ الفعاليات من الساعة 5 وحتى 10 مساء يوميا. ما نشاهده على الأرض الواقع من جاهزية كاملة من مختلف الجهات المعنية والشعبية في محافظة المفرق لدليل واضع على حرص حب أبناء محافظة المفرق لقائد الوطن. نستذكر في هذا اليوم إنجازات حظيت فيها محافظة المفرق ومكارم هاشمية على مختلف الأصعدة والقطاعات التعليمية وأيضا الصحية والشبابية، ولا ننسى أيضا كانت محافظة المفرق أول منطقة تنموية في عهد جلالة الملك، منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في محافظة المفرق. هذا دليل وحرص قائد الوطن على التواصل مع أبناء شعبه ليكون على قرب لإيصال الخدمات وإيصال مشاريع التنمية. أننا نحتفل في هذا اليوم، نحتفل بالإنجازات ونفاخر ما حققه الأردن بقيادة جلالة الملك من إنجازات كبيرة يشهد لها الجميع. إن شاء الله أيضا سيكون هنالك مسيرة مواكب للمركبات المزينة بصور قائد الوطن وولي عهده، وأيضا باليافطات من مختلف الدوائر، والفعاليات الشعبية ستنطلق في الساعة 4 قبل الاحتفال الرئيسي، وستنطلق من الساحة الخلفية لمحافظة المفرق لتجوب كافة شوارع محافظة المفرق للتعبير عن حب أبناء محافظة المفرق في هذه المناسبة والغالية على قلوب أبناء الوطن. وفي هذه المناسبة نجدد العهد والولاء لقائد الوطن، ونقول لقائد الوطن وولي عهده وأبناء الوطن كل عام وأنتم بألف خير. نحتفل بهذا اليوم الوطني، نحتفل بالإنجازات الكبيرة التي تحققت، وعلى العهد مستمرون في مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز. عودة لكم في الاستديو.